عادة بالله الملك الوهاب. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. من تاب إليه قبله وأناب. أجزى الصابرون أجرهم بغير حساب. سبحانه وتعالى ابتلى عباده المصطفين واعلم بأنه تواب. أما سمعت بذلة آدم وما جرى من عتاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب. صل ابني آدم عندما قتل الأخ أخاه فعجز عن دفنه فبعث الله له الغراب. وسل زكريا عندما دخلت عليه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وسل مريم العذراء عندما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وسل أيوب عليه السلام عندما ابتلاه الله بألم في مفاصله فأقعده عن العمل، فكانت نتيجة العلاج بركة من الماء. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وسل امرأة العزيز عندما دخلت على يوسف وغلقت الأبواب. وسل عزيز مصر عندما دخل على يوسف وغلقت الأبواب. سبحانك ربي وأنت القائل يا ابن آدم إن أعطيتك الدنيا انشغلت بها عني، وإن منعتها عنك انشغلت في طلبها عني. فمتى تتفرغ لعبادتي وذكري وتوحيدي؟ فوعزتي وجلالي من لم ينعم بذكري في الحياة الدنيا لا ينعم برؤية وجهي يوم القيامة. اللهم صلي وسلم على من إذا مشي سبقه النور، وإذا تكلم أخجل البكور، وإذا ركع أو سجد قال أمتي يا غفور. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقعة من بقاع الأرض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ليلة تكريم الأم الراحلة والمربية الفاضلة رحمة الله عليها، جئنا مشاركين الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، عائلات القط وعائلات أبو رشيد الذين يقفون على قلب رجل واحد، يشكرون كل من أتى وجاء ليقدم واجب العزاء. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى خلفي قد صعد منصة التلاوة الهرم الثاني من العائلة الطاروتية، ذلكم العلم القرآني الإذاعي وبلبل وكروان الوطن العربي والمقيم بطاروت مركز زقازيق في محافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي. بالتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين الله أكبر صلى على الحبيب وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى أبوابها وقال لهم خزنتها
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا. وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. غافر الذنب وقابل التوب شديد
شاء الله عليكم وعلى الله. الله عليك. نعم. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذته فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وذلك هو الفوز العظيم إن
ملكوت الله أكبر من ملكوتكم أنفسكم لما قلت الله أكبر من ملكوتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون وأحييتنا اثنتين المصرية بأصوات العائلة الطروطية ونجوم محافظة الشرقية، فليفتح الله عليك يا سيدنا. أستاذ أحمد والله. ربنا يزيدك ويفتح عليك ويبارك فيك. الله يسعدك يا ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم
وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله فالحكم لله ولو كره
بالإتقان والإحساس فيصل في اللوة واللحظة إلى قلوب الناس. ربنا يزيدك يا شيخ. الله أكبر عليك. فدعوا الله فدعوا الله فدعوا الله فدعوا الله مخلصين له الدين. فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات العرش يلقي الروح من أمره على على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. يوم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس
صدق الله العظيم. حقا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب. لذلك كن عن همومك معرضا ووكل الأمر إلى القضاء، لرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا واستمتعنا من روائع المصحف المجود من خواتيم سورة الزمر وبداية من سورة غافر، عزف بها على أوتار القلوب ذلكم العلم القرآني الإذاعي وسليل البيت القرآني الطاروطي والملقب بالهرم الثاني من العائلة الطاروطية، وشقيق مولانا الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، إنه فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. في ليلة تكريم الأم الراحلة والمربية الفاضلة رحمة الله عليها، في ليلة تكريمها، ولكن الله عز وجل يكرمها في السماء، فأسأل ربي تبارك وتعالى في علاه أن يجعل هذه الليلة أسعد الليالي عليها، وأن يجعل مرضها ثقلا ثقيلا في ميزان حسناتها. فدائما وأبدا إذا ماتت الأم، لأن الأم هي الشمعة والأم هي المصباح، إذا ماتت الأم فقد أطفئت هذه الشمعة، وإذا ماتت الأم فقد أطفئ هذا المصباح. إذا ماتت الأم، ودائما وأبدا أقول إذا ماتت الأم، فقد حرمت من أجمل كلمة على لسانك في هذه الدنيا وفي هذه الحياة، وهي كلمة أمي. إذا ماتت الأم ينادي عليك مناديا من قبل الله ويقول لك يا ابن آدم لقد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل لنفسك صالحا نكرمك من أجله. وبالأصالة عن رجل الواجب ورجل المهام الصعبة الذي لا يترك واجب في كل مكان ولا في أي زمان، الحج محمد القط وأشقائه وجميع عموم عائلات القط وعائلات أبرشيد الذين يقفون على قلب رجل واحد، وهم كالشجرة المثمرة يشكرون كل من أتى وجاء ليقدم واجب العزاء، وذلك عبر أثير إذاعتنا العاملة وبالاشتراك مع لؤلؤة الإنارة وأضخم محطات الديزل، إدارة الحاج عطية دنة وأولاده والمقيم بالنكارية مركز زقازيق. أشكر أيضا صاحب مخازن الفراشة الكبرى وصاحب هذا القصر، إدارة الأستاذ علي الأسود وأحمد السباه والمقيمين بقرية بنادفة. أشكر أيضا صاحب الشبكة العنكبوتية حافظ التراث الذهبي لمولانا الشيخ محمد الليثي رحمة الله عليه، الأستاذ ناصر صلاح والمقيم بالزقازيق. أشكر أيضا واجب الضيافة إدارة أحمد الفار والمقيم بالتلين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عز أخاه المؤمن توجه الله بتاج الكرامة يوم القيامة.